ياخر طبعا ثلاث بولات خارج الفارق عمل الانتصار وحيد. لذلك انا دائما اقول الفرق الكبرى هو المباريات الحاسمه تلقى الفرق اللي تحقق الالقاب. انتصار وحيد بياخر طبعا ثلاث بولات خارج الفارق. مين يا سوسبان؟ البيجين يواصل مشاكله في الدفاع لانه في اخر 12 مباراه خارج البارك دي فرانس البيجين نجح مرتين فقط للحفاظ على نظافه الشباك او ما يسمى بالانجليزيه البيجين. وبالتالي اذا ما فماش البيجين ضد البرشا تدخل في حين ترجع الكوره لباريس سان جيرمان. كوره ترجع مره اخرى لمارتين، كوره خرجت تجاوزت خط الثمان، تلعب الكرة في خط البداية للثالث، يريدون التعادل بعدما كانوا قريبين أو يطمعون أو تقدموا في السكور. سميها كما شئت وحللها كما تريد، تنتهي أهم مباراة في الطريق للدوري. يلعب كامبوس، تبشر ماوو، يلعب فويه، يسدد كرة وسهلة عن طريق الحارس سلفاتوري ستريكو. كرة كانت سهلة لسلفاتوري، كرة كانت سهلة بتاع تدريب لستريكو. ستريكو الحارس الإيطالي رقم واحد بعد اعتزال جي بوفون رابيو بشوتفر. والكرة تمشي في خطأ ضد ابراهيموفيتش، في فاول ضد ابراهيموفيتش. قرار سليم للحكم، التنفيذ الى المكان او لا، يوقف التنفيذ لنقوم التغيير. يخرج خافي الباسكولي ويدخل رابيو. 10 دقائق تحدد مصير ومصير دوري، تحدد مجهود ادارات، تحدد تعطش انصار البطوله، وتحدد اجتهاد ومجهودات لاعبين. ليله موسم، مئات التدريبات، عشرات الرحلات، الاف الكيلومترات المقطوعه، تلعب المباراه بالايام وتلعب بالساعات